أيمن عامر منسق ائتلاف ثورة 25 يناير. احنا متضامنين كشباب ثورة 25 يناير وقوة شعبية مصرية، وأيضا معانا قوة عربية من دول الربيع العربي. جئنا اليوم أمام الجامعة العربية عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب لنتضامن مع الشعب الفلسطيني بمصر، بالتضامن مع يعني المتواجدين في مصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد حقوق الإنسان من الاحتلال، دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونطالب الجامعة العربية يعني عشية يعني في اجتماعها غدا الاثنين بقرار فوري وسريع بطرد السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية وسحب السفراء العرب من البلاد العربية، وكما نطالب أيضا يعني بطرد السفراء الأمريكيين، ويعني خاصة أن أمريكا استخدمت حق الفيتو ضد العدوان الإسرائيلي وضد وقف يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وإن لم تفعل يعني الحكومات العربية مواقفها وقراراتها ستفعل الشعوب العربية يعني هذه القرارات. نذكر الاحتلال الإسرائيلي ونذكر السفارة الإسرائيلية ب 9/9/2012 عندما اقتحم الشباب ثورة 25 يناير، الشباب الذي حطموا القيود وحرروا الحدود، الشباب الذي اقتحموا السفارة الإسرائيلية وهدموا الجدار العازل أمامها. هؤلاء الشباب يستطيعون يعني دخول اقتحام الحدود الإسرائيلية ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني، وإما النصر وإما الشهادة.